يقول قوس قزح: القوس المعروف عند سقوط المطر والشمس مشرقة تظهر ألوان الطيف نتيجة لانكسار وتحلل ضوء الشمس خلال قطرات المطر. كره بعض العلماء تسمية قوس قزح، وقالوا جاء في حديث: لا تقولوا قوس قزح فإن قزح شيطان، لكن قولوا قوس الله عز وجل فهو أمان لأهل الأرض. لك حديث موضوع موضوع. طيب ما هو قزح؟ قال بعضهم من القزح وهو الارتفاع، وقال بعضهم جمع قزحة وهي الطريقة، وهي الطريقة التي تتركب منها ألوان هذا القوس. وقيل اسم شيطان، وقيل اسم، وقيل أسماء، اسم إله الرعد عند الكفار، وقيل اسم ملك من ملوك العجم. وحيث أنه لم يثبت في النهي عن هذه التسمية حديث صحيح، والقطع بأن قزح من أسماء الشيطان يحتاج إلى دليل ثابت، وبناء عليه فمن قال قوس قزح فلا حرج عليه إلا إذا قصد معنى فاسد. قال: ترى أنا أسميه قوس قزح لأن آلهة المطر عند الكفار كذا، آلهة كذا، هذا شيء آخر. لكن لو ما قصد، قال يعني هذا اسم منتشر، هذا اسم منتشر وما ثبت أنه اسم شيطان ولا ثبت في النهي عنه حديث صحيح، سأسميه. نقول: لا بأس، لكن الاحتياط تركه. خلاص تبغى تقول قوس المطر، خلاص قول لا بأس. ونهى أن يقول الرجل قوس قزح. قوس قزح يعني الخط اللي يكون في السحاب من شعاع الشمس، خط يصير معروف، يسمونه سيف الرحمة، العوام يسمونه سيف الرحمة، بعض الناس يسميه قوس قزح. لا يقال قوس قزح لأن قزح هو الشيطان، فكان يقول هذا هو سيف الشيطان، لا يجوز هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد ذكرتم في أحد الدروس أنه يجوز أن نقول قوس قزح ولا محظور فيها لأن الحديث الوارد فيه ضعيف، وأن هذه التسمية للتعريب حرام. حرام، لكن يقول يكره كراهة التنزيه. نعم.